الأهلي بيرجع مصر، وكعادة النادي الأهلي جواه لما بتاخد بطولة بتفرح ساعتين أو بتفرح ليلتها، وتاني يوم بتقفل الصفحة وتبتدي تشوف الماتش اللي جاي، خاصة لما تتكلم عن ماتش بقى صعب جدا جدا في بطولة مهمة، بطولة الانتر كونتيننتال. طبعا لعيبة جاية في أعلى يعني روح معنوية، بطولة الانتر كونتيننتال يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله قدام منافس قوي جدا جدا هو العين الإماراتي، والفايز هيتأهل لنصف نهائي البطولة وهيحصل على 2 مليون دولار. فبالتالي أهمية مضاعفة، خاصة وإن الأهلي خلاص يعني كسب معنويات عالية زي ما قلت بعد ما فاز بالسوبر المحلي ليلة امبارح. إيه هي توقعات الجمهور، جماهير النادي الأهلي اللي هيواجه العين يوم الثلاث؟ هنشوف كده التوقعات ونرجع مرة تانية. توقعات حضرتك لمباراة الأهلي والعين يوم الثلاث الجاي إن شاء الله؟ إن شاء الله طبعا الأهلي هيكسب، الأهلي نادي تاريخ. العين فريق قوي، بس ده الأهلي تاريخ. إن شاء الله مطمن لحاجه واحده، ان الاهلي هيبقى وراه جماهيره والاهلي هيرجع يفرحنا تاني زي ما عودنا. لا العين فريق جامد جدا، ربنا يستر. الاهلي مش يعني بعد الهزه بتاعت افريقيا دي حصل هزه، اي نعم النهارده هم شادين حيلهم بس ما حطتش جول في الجول الشوط الاول، هتحط جول امتى ماشي، بس العين عنده المهاجم بتاعه المغربي، فريق المهاجم بتاعه جامد جدا وربنا يستر ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله يفوز باذن الله 3-0 باذن الله، وانا وهنكسب ان شاء الله الكاس باذن الله. هو الاهلي اليومين دول مش في احسن حال، بس ان شاء الله الاهلي 2-1 الاهلي ان شاء الله. هو ماتش صعب طبعا، فريق العين فيه لعيبه جامده زي سفيان رحيم وكل ده. باذن الله الاهلي يكسب 3-1 يعني باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكسب وان شاء الله 2-0 الاهلي. لا طبعا الاهلي ده اكيد كده